هتعاني كتير قوي وانت بتتعلم انجليزي لو معكش الكتابين دول. تعال اقول لك ليه. اولا كده صعب جدا تكون اي محادثه في الانجليزي عن اي موضوع غير لما تكون اديت لعقلك قبل كده محادثه عنه، لان عقلك لما بيبدا يسمع محادثات عن الموضوع ده بيبدا يفهم المحادثه دي بتمشي ازاي، المفروض يسال يقول ايه، يرد يقول ايه، الحاجات دي كلها. فبتبدا تسهل على عقلك جدا ان هو يستحضر الكلام ده كله بالانجليزي لما تيجي تتكلم عن اي موضوع من المواضيع دي. فاول حاجه لازم تكون بتسمع محادثات انجليزي في المواضيع المختلفه، وهنا يجي دور كتاب اهم 101 محادثه في الانجليزي. كمان عليك في اكتر واهم المحادثات المستخدمه يوميا، ومجمعين فيه اكتر المواضيع اللي انت هتحتاجها لما تيجي تتكلم في اي موضوع في الانجليزي. طبعا هتلاقي على الويب سايت كل المحادثات دي تقدر تسمعها براحتك او تحملها. وعشان تفهم كل محادثه من دول هتلاقي مع كل محادثه فيديو فيه الكلمات الصعبه اللي موجوده في المحادثه دي بحيث تعرف معناها والنطق بتاعها. كمان هتلاقي مع بعض المحادثات دروس الجرامر او القواعد المستخدمه في المحادثه دي بحيث تعرف تستخدم القاعده دي امتى وفي اي محادثه مع اي موضوع. غير انك هتلاقي خطه وطريقه للمذاكره بحيث ان انت عارف تعمل ايه بالظبط مع كل محادثه منها. وفي نهايه كل محادثه هتلاقي على الويب سايت التمارين بتاعتها بحيث تتاكد ان انت فهمت المحادثه دي. نيجي للكتاب الثاني، اهم 5000 كلمه في الانجليزي. وصدقني لو ما عندكش حصيله كلمات قويه هتلاقي نفسك بتعطل وبتقف كتير قوي لما تيجي تتكلم انجليزي مع اي حد، لانك عايز تعبر عن حاجات كتير بس مش عارف معنى الحاجات دي بالانجليزي. في الكتاب ده جمعنا لك اهم الكلمات اللي هتحتاجها لما تيجي تتكلم في المواضيع المختلفه، والكلمات دي كلها متقسمه في شكل مواضيع زي الروتين اليومي والشغل والسفر والجواز وكل المواضيع زي الاكل والشرب وكل حاجه، بحيث لما تيجي تتكلم في اي موضوع هتلاقي الكلمات اللي انت محتاجها عنه، غير ان كل كلمه موجوده بصوره توضيحيه بحيث ان انت تفهم الكلمه من الصوره. وطبعا مع كل كلمه برده هتلاقي النطق بتاعها بحيث ان انت تفهم النطق بتاعها مظبوط، ولما تيجي تستخدمه بنطق مظبوط. وكمان عملنا كتاب فيه 5000 جمله ومثال على كل كلمه موجودين في الكتاب عشان لما تيجي تستخدمها تبقى عارف بتستخدم ازاي. واجمل حاجه حرفيا مع الكتاب ده هو كورس اليوزفل لانجوج اللي بنشرح لك فيه ازاي تستخدم الكلمات دي وازاي تكون بيها جمل في اي محادثه. وكمان هتلاقي اكتر من 5000 تمرين موجود على الويب سايت بحيث ان انت ما تنساش الكلمات دي خالص. الكتابين دول حرفيا كنز لازم يبقوا مع اي حد عايز يتعلم انجلش. دلوقتي تقدر تطلب الكتابين دول عن طريق الويب سايت او عن طريق رسالة الصفحة وهيوصل لك لحد باب البيت. وكمان في عرض لو اخدت الكتابين دول مع بعض.